القانون الأسرية. يا اخوان انت تطلع قانون عنصري لحكومة احتلال سلفه قبل فترة. طلع كيف يعني قانون عنصري هذا؟ عشان يعرفوا باقي من الموجودين عايشين في اسرائيل ان هذه حكومة عنصرية. وخصوصا الدروز كان عندهم ولاء منقطع النظير لهم للأسف. الدروز عندهم ولاء منقطع النظير لليهود قعدوهم على عمود ذهاب 33,000 امبير كل سنة. 99,000 امبير تطلع. اعتبروه مصدقه قال هذول الاقليات احنا راح نكرمهم مستحدثين بكلام اثر في الجيش على الحدود هان يوم يصير موت نموت فيهم للاسف 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 عمي ولا تاسفن على غدر الزمان لطالما رقصت كلاب على جثة اسودي ما قصدوها التعالي على اسيادها فقط اسودي اسودي والكلاب كلابه صحيح مثل الكلب أوفى حيوان في العالم الكلب للأسف يعني هي طوى طنش دايما هون طنش طنش you